السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ درس جمع البيانات وعرضها وتمثيلها. أول حاجة في العنوان بتقول لي إيه؟ بتقول لي جمع البيانات. عايزين نفهم يعني إيه بيانات؟ إيه البيانات دي؟ البيانات دي يعني معلومات، معلومات عن شخص، معلومات عن شركة معينة، معلومات عن أي شيء، معلومات عن مدرسة. يبقى المعلومات عن أي شيء بسماها إيه؟ بيانات. بسماها إيه؟ بيانات. أول حاجة بيقول لي جمع بيانات، عايزين نعرف إزاي إحنا أصلاً بنقدر نجمع البيانات، يعني إزاي بنقدر نجمع المعلومات. قال لي عندك كذا أسلوب في جمع الإيه؟ البيانات أو المعلومات. يبقى أول حاجة هناخدها أساليب جمع البيانات. عندنا بس السنة دي ثلاث أساليب لجمع الإيه؟ البيانات. أساليب جمع البيانات. بيجيني سؤال أكمل. بيجيني إيه؟ سؤال أكمل. يقول لي من أساليب جمع البيانات نقط ونقط ونقط. أول أسلوب لجمع البيانات قال لي أسلوب اسمه الملاحظة. اسمه ايه؟ الملاحظة. يعني ايه الاسلوب ده بقى؟ الملاحظة دي هتجمع لي البيانات ازاي؟ يعني مثلا مدرس التربية الرياضية عايز ايه؟ عايز يعمل فريق للمدرسة يمثل المدرسة كلها. فبيبدأ يجيبه ازاي؟ يجمع الفريق ده ازاي؟ بيبدأ في حصص التربية الرياضية يلاحظ الطلبة. يلاحظ ايه؟ الطلبة. مين فيهم اللي بيقف كويس؟ مين فيهم اللي بيقف دفاع كويس؟ مين فيهم اللي هيقف خط نص كويس؟ مين فيهم اللي ايه؟ هيقف هجوم كويس؟ ويبدأ يختار اللعيبة اللي هتمثل الايه؟ المدرسة. تخيل بقى هو من المدرسة كلها بيختار له حوالي ايه؟ 7 لعيبة ولا 8 لعيبة عشان يمثلوا له الايه؟ المدرسة. خلاص؟ يبقى لازم يلاحظ ولا لا؟ يبقى هو قدر يجمع معلومات عن اللعيب من ملاحظة الايه؟ اللعيب، او جمع معلومات الطالب ده بيعرف يلعب كوره ولا ما بيعرفش يلعب كوره من ايه؟ من خلال ايه؟ ملاحظته. معايا؟ يبقى هناخد المقصف مثلا، عايزين نعرف نشوف المقصف شغال وايه اكتر الايام اللي هو بيشتغل ايه؟ فيه. فهنبدا نلاحظ يوم السبت مثلا دخل له كذا واحد 100 واحد، يوم الاحد دخل له 120، يوم الاثنين دخل له 70 واحد، يوم الثلاث دخل له مثلا 200 واحد. ونبدا نعد ونسجل. الكلام ده عملته ايه؟ جمعت انا معلومات عن طريق ان انا ايه؟ عمال الاحظ ايه؟ المقصد ومين اللي بيدخل ومين اللي بيخرج. فساعتها اعرف اكتر الايام اللي هو ايه؟ كان اكتر بيع فيها. معايا؟ واقل الايام اللي باع ايه؟ فيها. وهل هو شغال كويس ولا مش شغال كويس؟ طيب والطلبه بيشتروا ايه بالظبط؟ بيحبوا يشتروا ايه بالظبط؟ فهيبدا يجمع المعلومات دي من خلال ايه؟ الملاحظه. من خلال ايه؟ الملاحظه. يبقى عندي اول اسلوب لجمع البيانات اسلوب الايه؟ الملاحظه. ثاني اسلوب بيسموه التجريب. ايه التجريب ده؟ التجريب ده انت بتاخده ايه؟ في العلوم كتير. عارفين التجارب اللي في العلوم؟ دي ناتجه اساسا عن التجريب، ان هو قاعد يجرب. زي تجربه البناء الضوئي. جاب نبات وحطه في الشمس ونبات تاني او حطه في الضوء ونبات تاني مش معرض للضوء خالص في الضلمه وبدا ايه؟ يشوف بقى. يبقى هو جرب كده في الاول وبعدين لقى الايه؟ النبات اللي هو في الضوء اخضر وحلو، اما النبات اللي في الضلمه ايه؟ اصفر. فبدا ايه؟ يجمع وبدا يجمع معلومات ان الضوء مفيد بالنسبه للايه؟ للنبات. وبدا يستنتج عمليه البناء الايه؟ الضوئي. يبقى كده وصل للمعلومات عن طريق الايه؟ التجريب. كذلك اي تجربه بتاخدها في العلوم مش بتطلع بمعلومه ولا لا؟ يبقى ده اسلوب من اساليب جمع الايه؟ البيانات او المعلومات. الاسلوب الثالث بقى بيسموه الدراسات الميدانيه. ايه الدراسات الميدانيه دي؟ اللي هي سؤال الناس. يعني في ناس عامله برنامج بتعرضه على التلفزيون وعايز اشوف البرنامج ده يا ترى ناجح ولا فاشل؟ يا ترى الناس بتشاهده ولا ما بتشاهدوش؟
يا ترى الناس حباه ولا كرهاه؟ فيبدا ينزل للناس ويبدا يسال ده ايه رايك في البرنامج الفلاني؟ يقول له والله البرنامج ده مميزاته كذا وعيوبه ايه؟ كذا. والله انا بحب اتفرج عليه، والله انا ما بحبش اتفرج عليه، يبقى على حسب كل واحد يسال. ويسال مجموعه من الناس في منطقه ويروح منطقه ثانيه، يسال مجموعه ثانيه في منطقه ثالثه، ويسال عينه ثانيه من الناس. وبكده يوصل بقى هل البرنامج ناجح ولا مش ناجح؟ وايه عيوبه؟ وايه مميزاته؟ عن طريق سؤال الايه؟ الناس. سؤال الناس ده بقى بيسموه ايه؟ الدراسات الميدانيه. ودوم الثلاث اساليب اللي عندك في ايه؟ في جمع البيانات. يبقى لما يجيني سؤال اكل يقول لي من اساليب جمع البيانات، اقول له ايه؟ الملاحظه، التجريب، الدراسات الميدانيه. تعالى بقى لما يديني جدول في بعض المعلومات او بعض البيانات ازاي انا امثلها؟ قال لي ده انت عندك طرق للتمثيل كتير جدا. معايا؟ عندي طرق للتمثيل كتير. خدت منها طرق قبل كده في سنه ثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي، اللي هي طريقه الايه؟ الاعمده، وطريقه الخط الايه؟ المنكسر. وطريقه الاعمده هناخدها ثاني السنه دي. وهناخد كمان معاها طريقه الاعمده الايه؟ المزدوجه. وفي طرق ثانيه انت لسه هتاخدها في خمسه وسته وبعد كده في الاعدادي. يبقى اللي هناخده السنه دي ازاي نمثل البيانات بطريقه الايه؟ اعمده، والاعمده الايه؟ المزدوجه. تعالى نشوف ازاي هنقدر نمثل مجموعه من البيانات بطريقه الايه؟ الاعمده. تعالى بقى نشوف ازاي نمثل جدول في بعض البيانات او الايه؟ المعلومات بطريقه الايه؟ الاعمده. اول حاجه نقرا ايه؟ الجدول ده ونفهم ايه اللي فيه بالظبط. بيقول لي ايه؟ يبين الجدول التالي. الجدول اللي عندي ده يبين ايه؟ عدد ما اسهمت به مجموعه من الاسر المنتجه. ايه هي الاسر المنتجه؟ قال لي ايه؟ الاسر، عند الاسره الاولى والاسره الثانيه والاسره الثالثه والاسره الرابعه والاسره الايه؟ الخامسه. يبقى عندي كم اسره؟ خمسه. بيقول لي ايه؟ عدد ما اسهمت به مجموعه من الاسر المنتجه من قطع الايه؟ السجاد اليدوي في احد المعارض. يعني انا الاسره الاولى انتجت لي كام قطعة سجاد؟ يبقى الصف الثاني ده بيدل على عدد القطع. يبقى الصف الاولاني ده اسماء الاسر. الصف الثاني عدد القطع اللي انتجتها الايه؟ الاسر. افهم الجدول كويس. الاسرة الاولى انتجت كام قطعة؟ 35. 35 قطعة. الاسرة الثانية؟ 25. انتجت 25 قطعة. الأسرة الثالثة انتجت كم قطعة؟ 5 قطع. الأسرة الرابعة انتجت كم قطعة؟ 5 قطع. الأسرة الخامسة؟ 20 قطعة. 20 قطعة. قال لي بقى مثل البيانات ده باستخدام الأعمدة. تعال نشوف بقى هنمثل الكلام ده ازاي باستخدام الايه؟ الأعمدة. تعال نشوف اللي مرسوم قدامي ده كده. اللي مرسوم قدامي ده شبكة تربيعية زي اللي مرسومة عندك بالظبط. معايا؟ بس اللي عندك فيها خطوط رفيعه كده في النص. تلاقي كل مربع من هنا فيه 10 خطوط. في 10 ايه؟ خطوط. ورفيعين. اما بدايه المربع اللي انت شايفه ده اهو، الخط اللي في بدايه المربع او في نهايه الايه؟ المربع ده، بتبقى خطوط تخينه او تقيله عن اللي ايه؟ عن اللي في النص. يبقى الخطوط الرئيسيه ده إيه؟ اللي هي بدايه المربع او نهايته، بلاقيها خطوط ايه؟ تقيلة أو ايه؟ أو تخينة عن الايه؟ عن اللي في النص. وألاقي خط في النص كده هو نص المربع تقيل شوية عن اللي حواليه. لكن مش أتقل من ده ولا أتقل ايه؟ من ده، لكن تقيل عن الخطوط اللي ايه؟ حواليه، اللي هو جاي في النص بالظبط. اللي هو ايه؟ جاي في النص بالظبط. أنت شغلك بقى، الشبكة التربيعية دي مكونة من خطوط أفقية وخطوط رأسية. إيه هي الخطوط الأفقية دي؟ اللي هي الخطوط اللي تحس ان هي نايمه كده. اهي ده خط افق، 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 خط افق، خط افق، وهكذا. طب فين الراسي اللي هو واقف ده؟ ده راس، ده راس، 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 وهكذا. قال لي انت بقى بتعمل ايه؟ بترسم محورين. محور افقي يعني على خط من الخطوط الافقيه اللي عندي، بس تخليه لتحت. تخليه لايه؟ لتحت. ومحور راسي
يعني خط على الايه؟ على الخطوط الرأسيه، عشان كده بيسموه محور ايه؟ رأس. الخط بقى الافقي اللي هو المحور الافقي بيبقى عباره عن شعاع بدايته فين؟ بدايته على الشمال وماشي كده ناحيه اليمين الى ما لا ايه؟ نهايه. وخلي بالك من حاجه مهمه قوي، المحور الافقي اللي انت هترسمه هترسمه على خط من الخطوط الافقيه صح؟ يبقى لازم يدار الخط اللي انت هترسمه عليه. الخط اللي انت هترسم عليه ما يظهرش، ما يجيش واحد يرسم الخط الافقي كده. هو الخط الافقي عنده اهو ويقوم راسم محور افقي ايه تحته كده. يبقى ظاهر ولا مش ظاهر؟ ما زال الخط الافقي ظاهر جنبه ولا لا؟ يبقى ده ما ينفعنيش. خلاص؟ لازم نرسمه عليه بالظبط. وقال لي بقى عشان انت في كتابه بتكتبها هنا فوت اول مربع ده تحت. فوته. عشان يبقى تلاقي مكان تكتب ايه؟ فيه. تقوم مفوت اول مربع وتاني بقى اول خط هنا اهو فوتته وتاني خط ده اهو هترسم عليه المحور الافقي. تعال نشوف هنرسمه ازاي؟ شوف انا هظبط مسطرتي الاول. اظبط مسطرتي الاول واجرب كده اشد الخط على حافه المسطره. يا ترى هيعدي على المحور الافقي بالظبط ولا مش هيعدي؟ ده هيعدي اشد الخط، مش هيعدي ظبط المسطره قبل ما تشد الايه؟ الخط. عشان ما تقعدش ترسم كتير. كده رسمت الخط. لسه حد شايف الخط الافقي من تحت المحور الافقي؟ لا. ويعمل سهم ناحيه اليمين عشان يبقى معروف ان ده ماشي لما لا ايه؟ نهايه. اما هنا ده البدايه. كده رسمت الخط الافقي. عايز ارسم بقى الخط الايه؟ الراس. برضه هيبقى على الراس هنا على الشمال. مش على اليمين. الراس فين؟ هنا اهو على الشمال، ويبقى على خط الراس ده بالظبط. من البدايه هنا مش هسيب مكان. خلاص؟ اهو قوم جاي. وخلي بالي برضه، خلي ايه؟ بالي اهو. ان هو يجي على الراس بالظبط، اظبط ان هو يجي على الراس بالظبط. اهو. اهو. وقوم راسم الايه؟ الخط التاني. لحد تحت. واقوم عامل السهم من فوق. كده رسمنا محور افقي ومحور راسي. ملاحظ كده المحور الراسي؟ الخط الراسي اللي هو مرسوم عليه ظاهر من تحته؟ ظاهر من تحته يا جماعه؟ لا. يلا كله بقى يبدا يرسم المحور الافقي ومحور الايه؟ الراسي. يلا عشان نشتغل مع بعض خطوه خطوه. ماشي كويس. بعد ما كلنا رسمنا المحور الافقي والمحور الراسي ابدا اشوف ايه اللي هحطه على الافقي وايه اللي هحطه على الايه؟ على الراس. ركز معايا بقى. قال لي انت عندك الجدول فيه صفين. الصف ده الصف الاولاني وده الصف الثاني. قال لي الصف الاولاني على الافقي. الصف الاول على الافقي. الصف الاول على المحور الافقي. والصف الثاني على المحور الراس. عشان كده الصف الاولاني ده بيخص مين؟ بيتكلم عن مين؟ الاسر. يبقى هم جاي عند السهم ده اهو وكاتب الاسر. بتاعت الاسر. طيب الصف الثاني بيخص مين؟ يبقى هاجي عند السهم بتاع الراس واكتب عدد القطع. تمام كده؟ ليه يا استاذ؟ عشان انت لما تيجي تبص للرسمه من غير ما تبص للجدول تبقى عارف ايه اللي مكتوب على الافقي وايه اللي مكتوب على الايه؟ على الراس. مش لاقي اعداد هنا مكتوبه ما انتش عارف هي بتاعت ايه؟ وكلام هنا مكتوب ما انتش عارف هو بتاع ايه؟ فلازم تحدد الافقي ده بتاع مين؟ والراس ده بتاع ايه؟ مين بالظبط؟ كده فهمنا؟ ركز بقى في اللي جاي. بيقول لي يا استاذ الاسر قال لي تاخد الصف الاولاني من الاول تحطه من ناحيه الشمال من الاول. ليه يا استاذ؟ مش هو بدايه الافقي بتاعي من الشمال؟ ماشي كده الى ما لا نهايه وبدايته ايه؟ هنا. يبقى بتكتب من هنا. بتاخد من الاول من هنا من الجدول وتكتب من هنا مع الشمال في الرسم. يبقى الاول من الجدول وهنا تحط ايه؟ تبدا من الشمال في ايه؟ في الرسم. قال لي ده اهو ده صفر. مالكش دعوة بيه. ده ايه؟ مالكش دعوة بيه ولا بتكتب قصاد
قصاد هنا حاجة ولا قصاد هنا ايه؟ حاجة. يعني ممكن تزود شرط هنا وشرط هنا عشان ما تكتبش قصادهم حاجة. وبعدين قال لي بقى عشان يبقى رسمتك كويسة فوت أول مربع واكتب في تاني مربع. ها الأول عندي هنا ايه؟ قولون. يبقى هفوت أول مربع واكتب في تاني مربع الايه؟ الأسرة الأولى. الأسرة الايه؟ الأولى. وبعدين أفوت مربع واكتب في المربع اللي بعده وهكذا. يبقى أفوت في الأول مربع واكتب في المربع. في واحد يقول مش ايه ما يفوتش في أول مربع ويقوم كاتب، لا لازم تمشي الرسمة كلها زي بعضها. من الأول بتفوت مربع وبعدين تكتب في المربع اللي بعده. أفوت مربع واكتب في المربع اللي بعده. اللي بعده مين بقى؟ الثاني. يبقى هم كاتب الأسرة الثاني. هفوت برضه ايه؟ مربع. واكتب فين؟ الثالث. في قلب المربع اللي بعد الايه؟ الثالث. في قلب المربع، في قلب الايه؟ المربع. هفوت مربع واكتب في قلب المربع اللي بعده ايه؟ الرابع. هفوت مربع واكتب في قلب المربع اللي بعده ايه؟ الخامس. وبكده خلصنا المحور الايه؟ الافق. كله بقى خلص المحور الافقي الاول. ها ايوه تمام. طبعا انا لاحظت بعض الاخطاء. في ناس رسمها لي هنا الخط فوق خالص على الشبكه التربيعيه، لا انت بترسمه تحت فوق بس كفايه مربع من تحت. في ناس ثانيه قامت مفوته لي ثلاث مربعات في الاول، برضه ما ينفعش. في ناس ثالثه رسمت بالايه؟ بالجاف. كده لما يغلط مش هيعرف يمسك. فعشان كده الرسم دايما عود نفسك عليه بالقلم الرصاص عشان لما تغلط تعرف ايه تمسك. تعال بقى نبدا نشوف الخط الراسي. والخط الراسي ده مهم جدا. قال لي انت ما ايه بتجيبه من الصف الثاني، بس ما بتحطش الصف الثاني بنفس ترتيبه. مش هينفع، مش هينفع احط 35 قبل 25. مش هينفع 35 هتبقى تحت و25 اللي اصغر منها هتبقى فوق. قال لي ما ينفعش. قال لي ايه ما ينفعش؟ قال لي عشان كده الصف الثاني ده برتبه وبعمله زي النمط كده. بعمله زي ايه؟ بعمل له نمط. نمط ماشي بقاعده ثابته. شفنا في درس النمط، هو هنا بعمل له نمط. يبقى الراس ده بيبقى لازم يكون ماشي بايه؟ بنمط او تسلسل ثابت. يا اما ازود كل مره واحد، يا اما ازود كل مره ايه؟ اثنين. يا اما ازود كل مره بلاش ثلاثه وبلاش اربعه. ابعد عنه عشان بيغلطوه. يا اما ازود كل مره خمسه بس بشرط هنقوله دلوقتي. يا اما ازود كل مره 10 بلاش سته وبلاش سبعه وبلاش ثمانيه وبلاش تسعه عشان ايه؟ ممكن يلخبطوه. او بقى لو الاعداد كبيره قوي هضطر ممكن ازود 20 او 50 او 100 بس ماشي بنفس الايه؟ القاعده، بنفس القاعده. تعال نشوف اكبر عدد عندي هنا ايه؟ 35. ادور كده، انا لو زودت كل مره واحد ده صفر ما كتبش قصاده حاجه. زود كل مره واحد، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشر، هيكفي؟ لا مش هيكفي. طب لو زودت اثنين، اثنين اربعه ها سته ثمانيه عشر اتناشر اربعتاشر ستاشر تمنتاشر عشرين، هيكفي؟ لا ما اروحش للثلاثه والاربعه عشان بيلخبطوني. اروح للخمسه في حاله واحده بس. ايه هي الحاله دي؟ لو لحظه، لو الاعداد اللي عندي دي كلها بتقبل الاسم على الخمسه، يعني احدها صفر او خمسه. احدها خمسه كده، احدها خمسه كده، احدها خمسه كده، احدها خمسه كده، احدها ست كده. يبقى طالما جميع الاعداد بتقبل الاسم على الخمسه يبقى هنا اقدر ايه؟ ازود كل مره خمسه. لو هتكفي، لو ايه؟ هتكفي. طب يا استاذ افرض الاعداد اللي عندي ما تقبلش الاسم على الخمسه. ها؟ ما ينفعش ازود ايه؟ خمسه. امال هزود ايه ساعتها؟ 10. هزود ايه؟ 10. طب وحتى يا استاذ ازود 10 لو الاعداد اللي عندي دي ما بتقبلش الاسم على 10؟ طب اشمعنى؟ قال لي مش المربع ده اهو. اي مربع متقسم ل 10 شرط؟ ها؟ تلاقيه متقسم ل 10 شرط كده؟
ال 10 شرط دي لو انت مزود 10 يبقى ال 10 شرط بايه؟ ب 10. يبقى كل شط من الصغيرين هيبقى بايه؟ 5. يا راجل ال 10 شرط ب 10، ال 10 شرط بايه؟ ب 10. يبقى كل شرطه هتبقى ايه الشرطه الصغيره دي؟ بواحد. يبقى الشرطه الصغيره بواحد، يبقى دي هتبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ايه 10، توصل لل 10. طب هنا بقى هتبقى 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. يبقى هنا هيبقى ايه؟ 20. وصلت؟ طب بعد ال 20 الشرطة الصغيرة بواحد، 21 22 23 24. طبعا الشرط عندك في الرسم عندك موجود، الخطوط الرفيعة اللي في النص موجودة مرسومة جاهزة عندك في الشبكة التربية بتاعتك. خلاص كده؟ وهكذا. عشان كده مش شرط بقى ان انت ايه تشوف الاعداد اللي عندك بتبقى تقسم على 10 ولا لا. يبقى تاني بقى سريعا، اول حاجه بجرب الواحد، الواحد نفع معايا وكمل لي ازود كل مره واحد ورايح دماغي. طب ما نفعش الواحد، ازود اثنين، هنا اثنين، ها اربع ست وهكذا. طب لو جاتني بقى ثلاثه يا استاذ احطها فين؟ لو جاني الرقم ثلاثة في الجدول احطها فين؟ اه ما بين الاثنين والاربعة في النص بالظبط، قصاد الخط التقيل شوية بايه؟ في النص. طب لو جاتني خمسة احطها فين؟ ما بين الاربعة والستة فين؟ في النص. طيب ما نفعش الاثنين، ما كملش زي عندنا، اشوف الخمسة بس بشرط الاعداد اللي عندي تبقى الاسم على كام؟ خمسة. الاعداد اللي عندي تبقى الاسم على خمسة، يبقى ازود كل مرة كام؟ خمسة. ازود كل مرة كام؟ خمسة. ازود كل مره خمسه بقى، تعالى هنا ازود كل مره خمسه، بس مهم جدا وانت بتزود قصاد الخط بالظبط بتاع الايه؟ المربع او تي، بفوت ده عشان ده الصفر، وقصاد الخط ده بالظبط اكتب كام؟ خمسه. بعدها 10. قصاد ده بالظبط ايه؟ 10. بعدها 15. كل مره خمسه 20. ها 25. ها 30. ها 35. ها 40. ها وهكذا بقى. المهم ان انا عديت اكبر عدد ايه عندي. يبقى فاهم الراس ولا لا؟ الراس لازم يمشي ايه بتسلسل بقاعده ثابته. ها فاهم راسي؟ يلا اعملوا له الراس. انا يا جماعه انا لاحظت خطا هنا في الراس، ما بتكتبش في قلب المربع، لا بتكتب على الخط اللي نهايه المربع بالظبط اهو، قصاد الخط ده بالظبط اهو، ما بتكتبش في قلب الايه؟ المربع. تكتب على الخطوط الرئيسيه بس، على الخطوط اللي هي ايه؟ التقيله بس اهي، اللي هي بدايه المربع او نهايه الايه؟ المربع. الكلام ده واضح؟ طيب تعالى بقى نبدا نرسم الجدول واحده واحده. اول حاجه الاسره الاولى كام؟ قال لي تمسك المسطره وتيجي قصاد الاسره الاولى، طب الاولى هو مربع عند بدايه المربع، عند بدايه الايه؟ وتحط مسطرة بالشكل كده عند بداية المربع بتاع الأولى، وقلت إنك تركز معايا، ركز معايا، وقلت إنك ماشي ماشي أهو ماشي أهو، 5 10 15 20 25 30 5 وإيه؟ 35. مش أنا عايز 35 قصاد ال 35 أهي، وأحط نقطة وأنزل بخط، واحط نقطة قصاد ال 35 وانزل بقى ايه بخط من تاني لحد ما اوصل للاسرة الاولى، خط الاسرة بس كده. قال لي لا استنى استنى كمل بقى، مش هي هذا المربع ده كله؟ اعمل عمود، قوم جاي كده اول مسطرة ونزود بقى لاخر الايه المربع بتاعه اهو، لنهاية الايه الاسرة الاولى، واقوم نازل نكمل العمود بتاعه، نكمل العمود بتاع اهو على الخط بالظبط برضه كده. انا رسمت العمود، في واحد عايز يظلله مفيش مانع، ظلله حتى بخطوط ايه خفيفه على ايه بالشكل ده مايله كده، ممكن واحد يلونه ماشي، بس كفايه خطوط ايه بس كده وخلاص عشان يظهر لك بس شكل العمود. كل يرسم هذا العمود ده. تعال نشوف بقى، تعال نشوف الأسرة الثانية كام هي؟ خمسة. يبقى بمسطرتي أروح عند بداية الأسرة الثانية، بداية المربع بتاعها أهو، وأطلع لحد ما أوصل لمين؟ ها؟
25 اهو 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 شايف كده وصلت ال 25 احط النقطه قصادها اهي اهي شايفينها؟ اوصل ال 25 واقوم نازل ووصلت ثابته زي ما هي انزل ارسم الايه؟ الخط راس ده واكمل بقى للايه؟ لنهايه المر عشان اكمل العمود بتاعي بالشكل ده كده كله شايف الخط ده؟ وانزل بقى لتحت اقفل العمود واظلله خطوط بالشكل ده كده. يبقى كده الثانيه طلعت كام يا اولاد؟ بص كده على العمود الاسره الثانيه طلعت قصاد كام؟ 25. الاسره الاولى طلعت قصاد كام؟ بص بص 35. يبقى كده ايه؟ ماشيه مع الجدول ولا مش ماشيه؟ تعالى نشوف الاسره اللي بعدها. الاسره الثالثه كام؟ اقوم جاي قصاد الاسره الثالثه اهو ركز معايا حطيت اهو مسطرتي وهكذا بقى اطلع لحد ما اوصل لمين؟ اه ايه الخمسه اهي اقوم جاي حاطط النقطه وشادد الخط اللي تحت ونكمل ايه؟ العمود بتاعي وهكذا بقى بنفس الطريق واظلل بعد ما رسمت العمود اتاكد اتاكد التالته اهي اخرها قصاد مين؟ الخمسه اه التالته فعلا قصاد الايه؟ الخمسه يلا ارسموا دولت يلا بسرعة. تمام. تعالى بقى نشوف الأسرة الرابعة. كم هي عدد القطع؟ 15. أقوم جاي قصاد الأسرة الرابعة حاطط مسطرتي عشان عيني ما تروحش هنا ولا هنا. وماشي كده لحد ما أوصل لكام؟ 15. أهو بالشكل ده كده. وصلت ل 15 أهي. واحد يحط هنا؟ لا. في غلط هيحصل أهو. أحط هنا؟ لا ليه؟ عشان نوصل لايه؟ ال 20، لا انا عايز اوصل ال 15 اهي. اهي. واقوم واخد الايه؟ الخط. ونكمل بقى الايه؟ العمود ونازل. واظل بعد ما رسمت العمود اتاكد برضه تاني. الرابعه 15 اطلع قصاد الرابعه اهي؟ اهي اهي. دي قصاد مين بقى؟ 15 يبقى انا كده ماشي مظبوط. اشوف الخمسه بقى مره بقى. اطلع قصاد الخمسه كام عندي؟ ها؟ 20 اقوم طالع اهو ادي 5 وصل ل 10 15 20 اهي اتاكد احط النقطة اتاكد انها قصاد ال 20 ولا لا؟ وصل ايه؟ 20 اه خلاص اهي اقوم نازل واقوم واخد الايه؟ اقفل الخط ايه؟ اقفل العمود من فوق وبعدين انزل اقفله من ايه؟ من تحت وبعدين بقى ايه؟ اظلله بالشكل ده او خططه بالشكل ده. وبكده اترسمت الرسمه كلها ولا لا؟ اتاكد ان الخمسه قصاد الايه؟ ال 20 اهو. وبكده يبقى الايه؟ الدرس اللي هو تمثيل البيانات بالاعمده كده خلص وان شاء الله الحصه الجايه ان شاء الله هناخد التمثيل البيانات بالاعمده المزدوجه.